صباح الخير والتفاؤل على كل مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم معانا في فقرتنا الثانيه في هذا الصباح، بتكون الفقره الحواريه في ساعتنا الثانيه في هذا الصباح زي ما متعودين كل يوم. الحقيقه ان معرض القاهره الدولي للكتاب يعني من الاحداث الثقافيه والاجتماعيه حتى والانسانيه المهمه جدا اللي كلنا بنستناها في كل موسم، بتكون وجهه لزياره الاسر والعائلات، بيتجمعوا ويروحوا للصحاب، بيتجمعوا ويروحوا سواء اذا كانوا عايزين عندهم اهتمامات ان هم يشتروا نوعيه معينه من الكتب او ان هم يقضوا يوم كامل سواء في التجول بين الندوات او التعرف على يعني الثقافه المختلفه او اشكال الثقافه المختلفه وفنونها المختلفه. يعني بيكون في عروض مختلفة في معرض الكتاب، الحقيقة كلها بتكون يعني أحداث ثقافية راقية بتهذب الروح وكمان بتخلينا يعني نبعد شوية كده عن الحاجات المادية في حياتنا اليومية والمشاكل اليومية اللي بنقابلها. اللطيف جدا والجميل جدا لجيلي وللأجيال كمان الحالية الموجودة من الصغيرين، كل اللي اتربى على ادب يعقوب الشاروني، ان الهيئه او اللجنه العليا لمعرض القاهره الدولي للكتاب اعلنت اختيار اسم الكاتب يعقوب الشاروني ليصبح شخصيه معرض الطفل للدوره 55 من معرض الكتاب. لو اتكلمنا عن يعقوب الشاروني وقد ايه كتاباته كانت اثرت في وجداننا، اتربينا على هذه الثقافه على طريقته حتى في حواراته، يعني انا وانا بكلمكم صورته الذهنيه مرافقه لكلماتي عن حضوره عن قربه، قد ايه هو شبه اهالينا، شبه ابويا، شبه جدي، يعني لازم يكون شبه حد في عيلتنا وان احنا بنتربى على هذا الادب. لما نتكلم عن يعقوب الشاروني طبعا يسعدني ان يكون معانا في استوديو هذا الصباح الدكتورة هالة الشاروني الكاتبة والروائية وابنة الكاتب يعقوب الشاروني. صباح الخير. صباح النور. يعني هذه المقدمة طبعا هي حاجة بسيطة يعني لا ترقى لحديثنا عن هذا الكاتب اللي أثر وجداننا جميعا وتربينا كلنا على أدبه، لكن وإحنا بنتكلم معاكي عشان تيجي تحضري معانا النهاردة، أول حاجة قلتي هكلم عنها بكرة عن بابا إيه؟ عن بابا. أنا بقول عن بابا قبل عن ما بابا. عن الأديب. يعني بابا كان ليه رونق في البيت، ليه دخله في البيت، وهو في البيت البيت كله بيدور حواليه، ما بنقدرش نبعد عنه. يعني هو يقول لنا مثلا انا هقعد اكتب دلوقتي حاجه خلي الدنيا هاديه، منين يحصل الهدوء يعني انا واولادي واحفادي، فالهدوء بتاعه انه احنا نبقى قاعدين حواليه ونسمعه وهو بيقول بيملي السكرتيره بتاعته. وايه معناها ايه دي؟ انت جبتها منين دي يا بابا؟ يعني لو ما كانش بيتضايق بتشتتوا له ليه؟ خالص خالص، بالعكس هو كان يقول لنا هو انتوا ساكتين ليه؟ هو في حاجه غلط يعني ايه الهدوء اللي حصل ده؟ الهدوء اللي حصل ده؟ لكن طبعا احيانا بينعزل قليلا، بتبقى في جزء في الروايه اللي بيكتبها لسه ما اتكتبش، فتلاقيه يعني انعزل كده، نحس ان هو في حاجه، وبعد مثلا ساعه يطلع انا كتبت الجزء ده اقروه بقى، نبتدي نتلقفه بينا وبين بعضينا. انتوا كنتوا جمهوره الاول، يعني كان بيبقى حريص علشان يشوف رد الفعل، بيشوفوا في وشوشكوا وكلامكوا، يعني كان مهم بالنسبه له انه يلون رد جدا. هل كان ممكن يعدل في كتابه حاجه لو لقى رد الفعل؟ ده على طول بيعدل فعلا، على طول بيعدل. بابا كان قاسي جدا على نفسه، يعني مثلا بعد ما يخلص القصه يمسك صفحه صفحه، مثلا كلمه في اتكررت 8 مرات، ايه ده؟ مش مستسلم، ده مش ادب. كلمه على، كلمه استاذ، عارفه لما حد يتكلم ويقول لك حضرتك وحضرتك وحضرتك، تحس ان انت لازمه كده في الكلام. هو بابا دايما يقول لا الكلمه ما تتكررش، لازم نلاقي لها بديل، مرادفات، بالذات ان احنا عندنا في اللغه العربيه في مرادفات كتير وده من جمال اللغه العربيه يعني جدا جدا. فكان يغير الـ ما بيغيرش المعنى انما بيغير الاسلوب عشان يغير كلمه او حرف.
طيب نتكلم عن الحدث المهم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، هو اختيار اسم الكاتب يعقوب الشاروني ل ان هو يكون هو يصبح شخصيه معرض الطفل في معرض الكتاب في دورته ال 55. احكي لي لما تلقيتوا هذا الخبر، كنتوا متوقعينه اصلا من البدايه ان الدوله لا. يعني لا لا احكي لي بقى عن... هم احنا كنا ملاحظين انه بيختاروا او الاختيار اللي حصل مرتين اللي فاتوا ان ناس توفت، فدي اول مره يختاروا حد على قيد الحياه. بس للاسف هو اولا راجع كل الحاجه واختار كل الكتب اللي هتطبع وقرا كل اللي هي الكتاب اللي هو ناس بعتته من كل بلاد العالم، من الصين واليابان والهند وافريقيا ويعني وبلاد العربيه كلها، الناس اللي كان بيشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه بتاعتهم او التقى بيهم او يعني ناس كتيره الحقيقه، او في ناس قريت له بعتوا في حب الشاروني. كل الكلام ده قراه، يعني هو اول واحد على قيد الحياه يتم اختياره لشخصيه المعرض، لكن ربنا اختار. هو قرا كل حاجه واطمن ان كل حاجه ماشيه مظبوط ورحل في سلام. الحقيقه بابا كان راضي جدا، واحنا عرفنا الخبر انا كلمني الاستاذ احمد عبد النعيم وقال لي الاستاذ يعقوب تم اختياره السنه دي لمعرض الكتاب. قلت له لا انا مش هقول له، انت روح له المستشفى قول له وخد له الخبر وانا هقابلك هناك. رحنا احنا الاثنين قلنا له الخبر هناك. الحقيقه بابا اول حاجه قالها قال فتحنا المجال على قيد الحياه. ما قالش هو، ما بصش لنفسه خالص. يعني ما قالش ده حاجه انا كان نفسي فيها او لا، هو بص ان برضو انا بعمل ايه، برسخ ايه للاجيال الجايه بالظبط او الاجيال الحاليه. الحمد لله ان هم فتحوا المجال للناس اللي على قيد الحياه. برضو لما خد جائزه الدوله التقديريه قال اخيرا فتحنا لادباء الاطفال المجال في الجائزة. ما بيفكرش في نفسه خالص، أول حاجة يقولها إنه فتحنا المجال للآخرين. ده كان حقيقة يعني أسئلة كتيرة قوي عايزة أسألها لحضرتك. طبعا يعني أنت كمان أديبة وروائية، أخدتي إيه من يعقوب الشاروني؟ خدت فن القصة. يمكن بابي علمني ان يقول لي مفيش حاجه اسمها مقدمه في قصه الاطفال، خشي في الموضوع من اول كلمه مش عشان من اول سطر. عشان الجاذبيه ولا عشان احترام عقل الطفل لانه دايما بيبقى شغوف ولا عشان ايه؟ الطفل بيزهق بسرعه. خشي في الموضوع من اول دقيقه. انت وانت بتكلميه بتقعدي تقولي له انت حصل من كذا انت ما بتخشي في الموضوع. صح. خشي في الموضوع على طول. ما دايما يقول لي المقدمات والشرح اللي انت عايزه تشرحيه حطيه في نص القصه، لكن من اول القصه الازازه وقعت اتكسرت حصل ايه بعد كده. يعني يقول لي كده دايما، يقول لي الازازه وقعت اتكسرت حصل ايه بعد كده. نبدا بالحدث بالكلايمكس زي ما بيقولوا، يعني بالظبط الجاذبيه بتاعت القصه عشان نوفر جاذبيه للقصه. طيب طبعا يعني يعقوب الشاروني الحقيقه ان كتاباته زي ما قلت في المقدمه هي أجيال بالكامل اتربت عليها وأثرت فيها، مش بس في مصر الحقيقة، وده المبهج جدا. يعني وأنا بذاكر الحلقة قد إيه وكان كمان ليه تأثير وسطوة وحضور واحترام ويعني إجلال كمان من الدول العربية بشكل كبير جدا، لأن هم شايفين أنه هو هذا الشخص أثر في كتابة القصص والروايات للأطفال بشكل يعني يؤرخ ويؤصل لهذا العلم، يعني علم أو أدب كتابة الرواية نفسها. إلى أي مدى يعني هذه الرحلة الطويلة أنت شايفة أن هي فعلا قدرت أن هي تحفر طريقها بشكل كبير؟ يعني أنا عارفة أن ما ينفعش نتكلم عنها في جملتين يعني، بس قولي لي أبرز المحطات. هقول لك حاجة، بابا كان بيلتقي بالأطفال في كل أنحاء العالم، يقعد معاهم الأطفال يشوفهم بيفكروا إزاي، إيه أسئلتهم، إيه اللي شاغلهم. واللقاء ده مش بيبقى مرة كل سنة، ده مرة كل تقريبا يومين ثلاثة. يعني كان يسيب كل حاجة في الدنيا ويروح يقعد مع الأطفال. لما يلاقي مكان فيه أطفال
هتلاقي يعقوب الشاروني مش قاعد مع الكبار قد ما هو قاعد مع الأطفال. يقول لي هم اللي بيقولوا لي هم بيفكروا ازاي مع التطور والتكنولوجيا اللي دخلت على العالم. تفكير الأطفال اختلف طبعا. احنا ما عندناش الخبرة, احنا الكبار ما عندناش الخبرة بتاعة الأطفال اللي هم بتوع جيل التكنولوجيا. فكان دايما يقعد معاهم عشان يشوف التكنولوجيا دي دخلت في مخهم ازاي ويسأل كانت أسئلة. حاجة صعبة قوي, ازاي كان بيلاحق يعني احنا في البيت مثلا ممكن نبقى مش قادرين نلاحق ولادنا على التطور اللي هم فيه, هو ازاي كان بيلاحق عقولهم علشان يقدر يكتب لهم ويخاطبهم في وقت بالمناسبة يعني عذرا المقاطعة التكنولوجيا هي عدو للقراءة يعني الى حد كبير يعني لان الولاد بقوا خلاص بيستقوا معلوماتهم من التابلت من الموبايل من الثقافه السمعيه. فكره ان هم يمسكوا روايه او كتاب دي شويه بقت صعب, عشان كده ممكن تكون هي بتحارب الادب والقراءه والجو بتاع القرايه. هي مش بتحارب, هي ازاي نديها للاطفال في الميعاد المناسب بالقيمه المناسبه. لا انه يستفيد بيها كمان. يعني هيدور على معلومه انا موافقك بس لازم تتاكد ان المعلومه دي صح. الانترنت حاطط معلومات كتيره جدا متضاربه كمان طبعا. يعني انت لو جيت في رساله ماجستير او دكتوراه استعنت بالانترنت وتقول انا جبت تكتب المرجع بتاعك الانترنت هتاخد صفر يعني. لازم تتاكد ان هذا المرجع سليم 100%. مصداقيه المرجع. النت الناس تكتب عليه كل حاجه, فانت لازم تتاكد ان الحاجه دي صح. يعني معناها ان هو مش مرجع اساسي ولكن هو مرجع بيديك بدايه الخط وانت تدور بعد كده على المرجع الصح. الحقيقه كان الاطفال بيفكروا بطريقه مختلفه, هم عندهم خبره اكتر. يعني ولادي عندهم خبره اكتر مني كتير لان هم اتربوا بقى على التكنولوجيا يعني. بس انا كنت بديها لهم في حدود وهم صغيرين. يعني الكمبيوتر ده ظهر وولادي تقريبا في سن 5 سنين 5 و3. ده مش معناها ان انا ما جبتش كمبيوتر. جبت كمبيوتر ورحت حضرت كورسات انا وهم 3 سنين و5 سنين باخدهم معايا يحضروا كورسات الكمبيوتر. لسه حاجه جديده. لكن بعد كده هم بقوا اشطر مننا. اشطر مننا ناخد منهم الخبره ونستخدمها في مكانها المناسب. صحيح. يعني دايما كان بوبي كاتب قصه عن الكمبيوتر والسرقات اللي بتحصل من خلال او الاخطاء اللي بتحصل من خلال الكمبيوتر. لان هو راح ولا جه هو جهاز مش عقل مفكر زينا. احنا اللي بنبرمجه. يبقى الانسان هو الاساس برضو بالنسبه للكمبيوتر. هو مش هيفكر لنا, لكن ازاي نعمل ده بحيث ان احنا نكتبه بمعلومات صح. استعان بكل الناس اللي بتتكلم عن الكمبيوتر او بتشتغل بالكمبيوتر عشان يبقوا برضو مرجع عشان يدي معلومه صح. ان هو يدي معلومه صح. ويمكن ده مخلي لحد دلوقتي كل قصصه واعماله خالده يعني, لان هي شبهنا في مختلف المراحل العمريه. طبعا. حابة اعرف اخر روايه واخر قصه كتبها كانت ايه؟ شملول والمهرج بهلول. دي في المكتبة الخضراء. بس هو كتب في حوالي 18 رواية ما خلصهمش. وكان بدأ فيهم. لا كتب نصهم ربعهم وسايب لي وصية اني اكمل وربنا يقدرني اقدر اكمل يعني ان شاء الله. لكن في 20 رواية ما خلصتش يعني مكتوبة البداية يعني. ملامحهم عن ايه؟ هل مرتبطين بتطورات العصر الحديث يعني؟ في حاجات متطورة مع العصر الحديث. انا عشان كده بسأل لسة. ان هو الى اي مدى كان لحد اخر يوم في عمره هو كان up to date بالجديد يعني على دراية ووعي بان احنا عايزين نعمل ايه وان احنا نبقى ملمين بالجديد اللي بيحصل حوالينا. بصي انا هقول لك حاجة. انا في مرة قعدت معاه وبقول له يا بابا انا مش هقدر اعمل اللي انت بتعمله. ليه؟ يعني سمع عن واحة اسمها الجارة ان البير اللي فيها اتسد. البير اللي فيها يتسد معناها الناس هتموت. راح لابس وخد شنطته وسافر الجارة. الجارة دي على بعد سيوة 150 كيلو بعد بعيدة عن سيوة. وراح وغاب 3 ايام ورجع. يا نهار ابيض. كتب الرواية.
كتب الرواية. أنت تحسي بعد ما تقري الرواية بتاعت الصحراء دي، تحسي أن أنت رحتي واحة الجارة وشفتي لبسهم وشفتي بيتعاملوا ازاي وعدد السكان قد ايه وعندهم قد ايه معيز وعندهم كام جمل وعندهم جملين وكل كانه عمل، يعني استخدم الصحافه الاستقصائيه كمان، يعني كانه عمل ريبورتاج تحقيق عن المكان نفسه لكن في صياغه ادبيه، وقدر ان هو ياخدك في رحله لهناك يعني جمع كل عناصر الفن الكتابه يعني في حاجه في روايه واحده. بالظبط، يعني حتى عندهم ثلاث جمال ذكرين وانثى، ازاي يعني حتى ادق التفاصيل، ادق التفاصيل، الستات بيلبسوا ايه، بيلبسوا ايه في رجليهم، حاجات ملفته جدا. يعني تحسي، انا حاسه ان انا رحت الجاره شفتي وشفت حتى العمده بتاع البلد، انا شفته وعرفته، وهو مش كاتب اسماء حقيقيه لكن كاتب وقائع حقيقيه. يعني الواقعة ان البير اللي في الجارة اتسد نتيجة الحجر اللي فوقيه وقع جواه، بس خلاص. فكرة كتابة الوقائع والتأثر بالأحداث اللي حوالين مننا، يعني على أي مدى هي بتثري العمل الأدبي، ومتى يستطيع الأديب أن يتحول إلى ذلك؟ هل منذ نعومة أظافره، يعني من بداية ما بيجي يكتب، ولا لأ دي تراكمات وخبرات؟ الاتنين. يعني بابا ابتدى يكتب وهو في سنة تالتة ابتدائي، انا حفيدي 9 سنين وفي سنه ثالثه ابتدائي ابتدى يكتب. الله، ده دراسه في العيله. يعني ده حفيدي. يعني ترقبوا يعقوب الشاروني الصغير. بالظبط، ان شاء الله. الجيل الرابع. فدلوقتي كله بيكتب، بس هي الفكره القراءه. يعني بابا ممكن يقرا عن قصه معينه عايز يكتبها، روايه معينه، 30 سنه. يعني كلمه قصه تائه في القناه، عن ما حدث في حفر قناة السويس ومدى المعاناة اللي عناها المصريين، أنا بكيت. إيه ده، أنا قريت عن حفر قناة السويس لكن ما كنتش فاهمة كم المعاناة اللي عناها التمن المصريين، التمن لا ومعاناة ده أذى. يعني إيه ده، فأنا وقتها وقت ما قريت هذه القصة بكيت، وقلت له يا بابا إيه ده، إيه ما المعاناة دي؟ قال لي انا قعدت اقرا 30 سنه عشان اكتب الروايه دي، روايه من 40 صفحه، 48 صفحه. ارى فيها ليها 30 سنه، والمفتاح جه بانه ارى جمله في كتاب بتقول ان الكبار كانوا بياخدوا مش عارفه قرش ونص ولا قرش 10 مليم، والصغيرين كانوا بياخدوا 2 مليم او 3 مليم اقل من 8 سنين. يا يعني المصريين كانوا بيحفروا القناة، بيشاركوا في القناة أقل من 8 سنين أطفال ببهات. فابتدت جت بطل القصة عمره 8 سنين، فشاف السرد العمري أو التاريخي معاه من هو صغير لحد لما كبر. يعني بابا كان بيروح الأماكن كلما أمكن، وكان بيقرأ كويس قوي، وبيراجع مع الناس اللي بتشتغل في المجالات. يعني كاتب قصة اللي هي وحش الشوك الازرق دي عن الغوص الغواصين، سافرنا امريكا انا وهو عشان واحد من قرايبنا غطاس، درس منه الحاجه ادوات الغطس وراح اتفرج عليها وصورها وكتبها، وابتدى يكتب وده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه بدقه، وبعدين كتب روايه وحش الشوك الازرق. يعني هو ما بيوفرش مجهود انه يكتب حاجه صح 100% في بالنسبه للمعلومات. يعني اقدر اقول كان يتنفس الادب، وكان يتنفس حياه الاطفال، وكان بيبحث عن الادوات المختلفه عشان يقدر يوصل اذا كان معلومه او عنصر تشويق او حكايات تاخدنا فعلا لمنطقه تانية. ده خلى يعقوب الشاروني قدر بالفعل ان هو ياثر في وجداننا جميعا، وان هو يكون حاضر بشكل كبير. ناس على فكره رغم ان هي يعني قرات خبر وفاته الا انها متخيله انه لسه عايش، لان انا نفسي حاسه ان هو لسه طبعا. وانا نفسي على فكره انا بتكلم
متصوره هذا الامر يعني رحمه الله عليه، لكن يبقى ان احنا نقول ان فعلا مهما رحلت الاجساد بتبقى يبقى هذا التاثير. يعني يا بخته اللي يقدر ان هو يبقى ليه تاثير طويل، عمره اطول من عمره الفعلي على الارض. في الختام تحبي تقولي ايه عن يعقوب الشرموني؟ بابا كان صديقي جدا، احنا كنا صحاب وكنا فريق بندي محاضرات كفريق. انا محاضراتي زيه بس في مختلفه في ان هي فيها فن. انا مش رسامه انما بعمل نماذج حاجات مجسمات يعني. انا اقدر اقول لكم بس ان هو مش اديب بس، انما كان اب رائع حكاي جدا. لما كان واحد فينا يعيا كان يسيب الدنيا ويقعد معانا. انا فاكره كنا بنبقى نايمين في سريرنا يجيب كرسي ويقعد قدامنا ويفضل يحكي لنا حكايات طول ما احنا عيانين. الله. يسيب الدنيا وياخد اجازات ويقعد معانا لحد ما نعدي الازمه بسلام. فعلا كان اب، يعني انا بقول لهم ده اب ملوش مثيل. يعني احنا في الاول رغم ان هو كاتب واديب، انما احنا انا واخويا كنا في اول الاهتماماته، وبعدين بقى احفاده اول اهتماماته. احنا كبرنا بقى خلاص فبقى في الاحفاد، وهو عيان كان يقول لي خلي بالك من احفادك، وكان بيقول جمله مهمه جدا: اوعوا تحبوا اولادكم زياده عن اللزوم هتخلوا خبراتهم تقل. حلو ده جدا. اوعوا تحبوا اولادكم زياده عن اللزوم هتخلوا خبراتهم تقل. طول الوقت انت خايفه عليه فما تخليهوش ياخد خبرات. عشان كده خبرته الحقيقه يعني رائعه، في سواء في اداره حياه الاطفال على القصص، وكمان واضح ان كانت في الواقع. يعني انا بشكرك، يعني بشكرك جدا على هذا الحوار اللي سمحتي ان انا اجريه معاكي ونتكلم فيه عن هذا الاديب والروائي والقصاص والحكاي والانسان والاب يعقوب الشرموني. شكرا جزيلا لكم جدا. شكرا دكتوره هاله. ومشاهدينا الكرام مكملين معاكم في هذا الصباح، فاصل قصير وحوارنا تاني مع نجلاء الجعفري، ابقوا معنا.